لا شك أن الحدث هذا مهم جدا، خاصة أن يتزامن مع عام زايد وماراثون زايد في نيويورك. لا شك أنه يبعث رسالة الإمارات للعالم، رسالة السلم ورسالة المحبة والأمن. والإمارات دائما دولة داعمة لكل هذه الأشياء، داعمة للسلام العالمي، ومن خلال الرياضة أيضا تحاول توصل رسالتها. هذه احنا نسميها القوة الناعمة لدولة الإمارات، أينما توجد خدمة للإنسانية تجد اسم دولة الإمارات موجود.